الاستقطاب يكون خارج نطاق الاتحادات الدوليه وكذا، شباب هل يكون الشباب لها طرف بالنسبه للمباراه خارج عن يعني يكون اللاعبين وكون هذا انهم يهتموا بكذا هذا ونحن دائما نطالبوا به الاحتراف طبعا مجموعه وعدد اللاعبين الموجود في الانديه كنت عشوائيه لما عدد الانديه في مدونات كثيره حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مثل مدير السابق والفن السابق لاعب الكوره طبعا نحن نجيب تحدثه من زاويه كره القدم لكن اللي تعود عليه هو زاويه الشباب. جيد جدا تفيد السؤال اللي قلته انه يعني بالنسبه لدور وزارة الشباب والرياضة في أنا اللي أنا نبي نوصل لها إن في حاجة اسمها برامج شبابية طبعا هي حتى الدعم من الأندية هذا ما هو الاحتراف مثلا مش مطبق في الاحتراف بمعنى الاحتراف مش مطبق اسم بس وخلاص. أنا الشاب هذا ما نبيش ندير له مهرجان يومين ثلاثة ويعمز هو الشاب بروحه يبي مشروع خاص فيه يبي يطور المشكلة الدعم هنا هنا المشكلة إنه يمشي بعد يمشي لأندية معينة بس بعد يمشي عدة مجالات يبدو يشتغلوا فيه ويبدو يديروا فيه. أنا ما نحبش نسميه دعم أن هذا يظهر فيه برنامج إياه للشباب وكذا أو ندوة للشباب بعدها تختفي وتتبخر وتنتسع حتى أوراقها حتى مش حتى الكار. لكن أنا نبي برامج للشباب بالضبط تو زي بروح كوزارة الرياضة في ما عندناش مسؤولية في طبعا جانب استقلالي كما يقول الهدف منها هو هدف الترجيح لكن تحد منه الامر واحد مستحيل يكون لكن تحد منه لكن الندوه والاجتماع والقرار حضر على الدرك لا القرار هذا لازم يطبق لازم يطبق واللي يرفض اللي يرفض يطلع يقول انا رفضت قدام الناس كيف مش نعرف هو الشخص اللي رفض او المؤسسه اللي رفضت مساعدة الانديه كما قلت في الانديه تمنع مثلا مباراة ما كانش في يوم، جيت اليوم تلقى الناس الجمهور الطبيعي مواصلين قدام الملعب ما تخشش التمارين. كذا في حاجات انا هذه المفروض هذه نحب تكون في الخمسينات او في الستينات ما كانتش الدولة مهتمة بالرياضة بشكل كبير، باعتبارها انها كانت مهتمة باشياء اخرى هي اهم التعليم والصحة وتطوير الدولة. ثم جت الفترة الثانية فترة العهد السابق ممكن الجميع يعلم ان في 2004 تم حل وزارة الشباب والرياضة. 2008 2008 تم حل وزارة الشباب والرياضة اللي تعتبر طامة كبرى كارثة. هناك بعض ممكن الدكتور فرج اكيد عنده المعلومة حاجة هي كرة القدم فعلا يعني انا واحد الناس انا مال منها كرة القدم يعني ما مش هواية هواية هنا بالياب شطرنج حاجات يعني خفيفة انا نقول لك ما لقاش حتى الان حتى الهواية ما لقاش في مكان تمشي له تمارس فيه هوايتك يعني عرفت نادي او مش في صالحة هتبني قطع على دول فهم شو تعمل يديروا يديروا في اقرب المقربين لديهم يعني نفس الميول بتاعها يعني يبدي دفع يعني اصبح وكانه مدافع يعني على رئيس النادي او جمعيه عموميه اهمل اهم شريحه يعني اهم من الرئيس واهم من جميع اللي هم اعضاء جمعيه عموميه اللي هم الجمهور هذا اللي المفروض يدير معاهم برامج شو تبقوا شو المفروض يكون في النادي شوف ما هو دور المراكز الإعلامية والثقافية للأندية في توعية الشباب ولماذا لم تعمل هذه الأندية هذا الرسالة؟ أنت المفروض عندك برنامج خاص بتقوم به وريني المركز الإعلامي اللي يقوم بتغطية تمارين اتحاد النادي والبرامج الشبابية والرياضية والثقافية كل اللي نشوفه فيها من الناس مهتمين وهو المحاضرة يعني صفحتك ب10 أندية ولا 15 نادي يعني مواطن عادي ينقل لك الحدث أفضل من مركز إعلامي صالات للشطرنج مثلا للألعاب الأخرى في عملية تشجيع وتعريف باللعب ولا نروح حتى نوم بالدرجة الأولى أبطال هذه الألعاب يعني مش مجرد الناس ممكن الدكتور عارف كثير من الناس اللي كانوا أبطال في الألعاب الفردية وكذلك الالعاب الاخرى خاصه كره القدم قاعدين كما تقول يعني معلش اصبحوا جالسين في البيوت
وسيرنا محبار كيف ما قال لك، لان شوف كره قدم واخذه كل شيء بس اللي في ديره لازم يطلع يعيش يدافع على هذه اللعبه كيف ما احنا دافعنا على كره القدم وحبينا نطور روحنا فيها ومشينا فيها كيف عندنا الزمن مثلا نحكي لك لازم هو يعدي يقول احنا يعرف باللعبه بتاعها ويشجع الاطفال الصغار ويمشي للمدارس ويكرر اي واحد ما يصورش يصور حضور المدرسه النبي مو بس هم عباره عن ان يعني يفهم التكنولوجيا جيدين لكن الشغل اللي نحن نحكي فيه او جلسه حواريه اللي دايرينها والقناة بارك الله فيك يعني يفترض كانت من المركز تبدا من المركز الاعلامي للنادي وليس من الدوله حتى هيك يقعد في تعاون وتسهيل مهمه الرياضه تو نحن كشباب الرياضه لما انا نبي عندي فتش على النادي او انت مش داير الدور بتاعك حخش في مشاكل شخصيه معاهم يقول لك فرج نجم يدور فيه وصار 50,000 مره لا مره لا اثنين ثلاثه اشتراك شهري سنوي تدفع اشتراك سنوي بشيء تخص لان اولادك قاعدين حق اولادك زوجهم متريح عليهم. نحن في ناس لا تثبت عليها الناس. العيال المواهب تو حاليا تقابل الكبيرات لكن ما مش في الناس. عاد شوف تو شوف راهو مقفل ما حد يخش لا انا نمشي نحط لهم في الاقساط بالنسبه لهم. طبعا يقول لك لا هو عارف انت هو لا يوجد كوادر باسم الشهري. حتى رايي كويس على مليار كويس مع المدرب موجودة في انديتنا حاليا ان انديتنا يعني مكان للتعب. فانت رياضي انا ما ناوي امر عندي رياضي صغير عمره في 10 بين 10 و 12 سنه في هذه سن خطيره جدا في كوره ونبي تريح عليه. هي هنا المشكله انك انت حاطه في نادي اصبحت مشكله اقول لك في كلام واقعي جدا في الناس يعني مش نزلت الاكاديميات بالنسبه لنا اصبح تو اكاديميات برافو عليك نبي الاساس ان الموضوع تو في حل بسيط جدا ويبدا مش من وزاره الشباب والرياضه يبدا من رؤساء الانديه والانديه نفسها. مش بنوصل للانديه يعني في الدول المجاوره يعني من تونس مصر مش يقول لك اوروبا نحن يقول لك هذا يحكي كلام مش مفهوم. يعني يقول لك في انديه مثلا في مصر وفي تونس عادي اي واحد منا خلي يخش النادي في مصر مستحيل مستحيل تخش النادي تتفرج على التمرين مستحيل. يعني اشتراكات توصل مئات الالوف مثلا هو يلعب في كره في المدرسه بعدين ينتقل للنادي والانديه تبحث عن الرياضه نفسها يعني. مش نقول تفاجأت لكن يعني انا فرحان بالدور اللي يقوم به منتدى احياء ليبيا وخاصه اني يعني مستهدف شريحه الشباب الشريحه الاهم في 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 ليبيا بل حتى على مستوى العالم. ونتمنى ان شاء الله مثلا تكرار هذه التجربه مع هذا المنتدى ونتمنى كما تقول حتى المنتديات الاخرى او حتى الافكار الاخرى تكون يعني موازيه لهذا هذه الافكار حتى ننهض بالشباب في شتى المجالات يعني مش حتى على مستوى الرياضة بس حتى في شتى المجالات يعني. أستاذ محمود ما هي الحلول لمكافحة المخدرات بالرياضة؟ بالتأكيد هو الإجابة بسيطة جدا يعني أنت المصروفات اللي ممكن تصرفها على علاج الإدمان أو في محاربة الإدمان تقدر أنت تستثمرهم في بناء المشروعات الرياضية سواء كان يعني نحكي على البنية التحتية الرياضية أو حتى في استقطاب هؤلاء الشباب في نقول إحنا تجمعات رياضية تكون بس أهم شيء لأنها تكون يعني ثابتة لكل سنة يعني ممكن ندير منظمة معينة أو ندير أندية في ألعاب أخرى ونحاول إن كيف نستقطب هؤلاء الشباب في هذه الألعاب الجديدة أو في هذه الأندية أو حتى الألعاب المنسية. فكل شيء بتصرف على العلاج أو بتصرف على محاربة الأمور اللي هي سيئة للأسف ممكن أن نفس القيمة هذه نستثمرها في 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 الرياضة بحيث إننا ننتشل هؤلاء الشباب من من الأشياء من الظلمات كيف ما نقول النور خلنا نختصره يعني إن شاء الله. يعني بنقول لك ما هي يعني المقترحات أو الأفكار اللي دعم الشباب في الرياضة؟ والله الافكار وال وال والمشاريع اللي ممكن طبعا عن طريق طرحها طبعا في 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 السوق في السوق يعني السوق الخاص او السوق العام بمعنى ان نشوف من نقول احنا من يتبنى هذه المشاريع موجود لكن من لديه افكار او لديه فكره اقامه نقول احنا يعني عرس رياضي كروي او غير كروي او كذا ممكن يتقدم كيف ما نقول لهذه المؤسسات ان هي ممكن تدعم وتتبنى هذه المشروعات. وكما قلت لك انا اهم شيء نحبذ الاستمراريه ان يكون هذا المنتج او هذا المشروع او هذا العرس سواء كان كروي او غيره يكون
بشكل سنوي مستمر حتى نقول احنا يكون في مصداقية ويكون في استقطاب اكبر عدد من الشباب لهذه المشاريع. صراحة طبعا اول ما وجهت لي الدعوة ما ترددتش حتى 1%، يعني ما نجيش يعني جيت يعني بغير تفكير، لان صراحه هذه مسؤوليتنا نحن، اي شخص مسؤول عن الرياضه مسؤوليته انه هو يجي لتوعيات كيف هذا، لان نحن يعني خلينا نقول يعني كل شخص، انا نحكي عن نفسي، مسؤولين في الرياضه، مسؤوليتنا تطوير الرياضه في ليبيا مهما كان، يعني يعني انا بغض النظر انا مش ديرها مثلا ببرزق او ديرها مثلا بالشهره، دير بنطور الكره الليبيه، يعني وصلنا لمرحله ان مثلا اصدقاء لي من المغرب او من تونس او من مصر يسالوا انجازاتهم، يحكوا على انجازاتهم، نحن في ليبيا ما عندنا شيء انجاز، عندنا بطولة شان بس مش معتمدة، يعني هذه الحاجة اللي نتمنى يا ربي ان كرتنا تتطور. طبعا نشكر احياء ليبيا على هذه الاستضافة اللي اكثر من رائعة، ونتمنى تكون فيه باستمرار الشيء هذا، لان التوعية ضروري جدا، لان نحن باش نهتموا بالرياضة لازم من بنية تحتية، البنية التحتية لازم تتطور، البنية التحتية هو الاساس، الناشئين هم الاساس، الناشئ لما يوصل لفرق مثلا نحكوا في مجال كرة القدم، من ناشئ من صغار لما ياخذ الاساس سواء فنيا او اخلاقيا او حتى ذهنيا بالشكل الصحيح حيقدم الاضافة للدورة الليبية. يعني نحن كلنا بغض النظر عن المشاكل اللي قاعدين فيها والصراعات السياسيه والحروب اللي قاعدين فيها، منتخب ليبيا لما يلعب كلنا بنتفرج، حتى امهاتنا وابهاتنا يتفرجوا بشغف كبير جدا، احنا نحب الكوره، نزعل ونضايق وبكل لما يخسر المنتخب، لكن لما يفوز المنتخب شوف الفرحه كيف تعم. يعني حاليا هذه هدفنا، هدف الاساسي ان تطوير الرياضه في ليبيا. يعني مثلا في كره القدم، في كره القدم اتحاد كره القدم، رئيس اتحاد كرة القدم يدير كشف للمنشطات والمخدرات قبل كل فترة، يعني كل بعد بداية موسم بين ذهاب والإياب في نهاية الموسم الكشف هذا لازم يصير. كيف في لما تلعب في أفريقيا، الفرق الليبية لما تلعب في أفريقيا يديروا في كشف ويديروا في الشيء هذا، فلذلك الكشف هذا على جميع الرياضيين، الشيء هذا حيقل الرياضيين، حيقل، يقول لك رياضي، أنا أحكي لك في مجال كرة القدم، الرياضي يقول لك أنا هذا باب رزقي فأنا قاعد نسكر فيه، فذلك موضوع حيتطور. الشيء الآخر ممكن نقطة حكيتها في الحلقة في المنتدى توا، إن موضوع قفل الأندية، يعني معلش موضوع هذا أساسي أساسي أساسي، لأنك أنت توا أنديتنا للأسف هي أصبحت يعني وكر للمخدرات ووكر للتعاطي، الناس اللي تعاطى ذوما، يعني وسيلتي أنا حاليا من بيش نعالج المتعاطي، أنا بنفصل المتعاطي عن الشباب الصغار اللي مستقبل البلاد، لازم هذوما ينفصلوا، الشاب هذا إنه هو بنحطه في نادي يمارس لعبة ما أو أي شيء في النادي، لازم النادي يكون ما فيش الأشياء هذه، يعني تو أصبح أنك أنت تحط ولدك في النادي تخاف منه، تخاف عليه أكثر يعني، فلذلك لازم الأندية تكون فيها الأمان، لما تحط ولدك في النادي تكون متريح عليه، متأمن عليه، إن هو يتعلم في شيء في لعبة معينة هو حابها، إن هو مستفيد، إن هو يتخالط بأصدقاء كويسين ومحترمين، خير ما إنه يتخالط بناس يعني مش معاه حتى في الرياضة، يعني مش زميلة، لكن ناس نقولك مش جمهور، ناس التعاطى، ناس تودر ولدك وتشيله الطريق الكل ما يبيهاش، لذلك الأندية لازم اصلا دمج الأندية لازم يكون، الأندية في ليبيا اكثر من الرياضيين، هذه شيء كارثي وكبير جدا، لازم في أندية دمج الأندية اللي ذو شعبية كبيرة لازم يمشوا بالطريق هذا، لازم قفل الأندية نمشوا كيف الأندية الاخرى، انك انت بتفرج على نادية تمشي المباراة تفرج عليه، او عندك اشتراك سنوي او شهري ديرة، او عندك يعني مثلا كيف القيمة تدفعها باش تخش للنادي تفرج على التمارين، لان القيمة هذه المتعاطي ما يقدرش يدفعها، مش هيدفعها، يقول لك انا مش هندفع للنادي مش نخش، فلذلك هذه ممكن نقطتين بسيطات، انه هو للتوعية للمخدرات يعني.
عارف هذا اللي مقصود القضية عند الوالي عارف وهذا بقبيل في المجتمع لنا الحربية هي لسعيد مية المتبارك أعرف بنفسي إبراهيم الفاسي رئيس رابطة أندية بنغازي وضوحيها. دعينا لهذا الاجتماع يوم الخميس الموافق 23/9/2021 وتناول هذا الاجتماع عرض المشاكل الأندية التي يعاني منها ومن أهم هذه المشاكل الأندية اللي خارج الجمعية العمومية و عهدنا الأندية حنتواصل مع الجهات التي تحل هذه المشاكل وإن شاء الله نكون بإذن الله داعمين لهذه الأندية التي تمر بظروف ما يعلم بها الله سبحانه وتعالى. هو الأندية حضر نادي الأهلي نادي الهلال نادي السواعد اجتمعوا اليوم أكثر من 25 نادي وتم عرض المشاكل الأندية التي عانوا منها من بنية تحتية من قلة الملاعب ووعدناهم إن شاء الله بإذن الله حنتصلوا بالجهات المختصة وحلونا من المشاكل بإذن الله. طبعا تلقيت الدعوة أنا من 25 نادي للحضور فأحببت أن أشوف طلباتهم وشنو هم مستحقين للأندية. طبعا قدمت لهم حاجة بسيطة اللي هي كور وملابس وأحذية ووعدت من هنا حنتواصل مع وزير الرياضة وحنشوف مطالبهم اللي يبون وشن يبون هم الأندية اللي هم الدرجة الأولى والدرجة الثانية إلا الممتاز. طبعا هم عندهم خصائص معينة وكنا الحضور كان الحضور 25 نادي وأنا بدأت استعدادي أني ندعمهم ونساعدهم عن طريق الرياضة عن طريق خارج الرياضة وهذا كان واجبي وهذا بإذن الله الوعد على الكلام بإذن الله حنبقى متواصل مع وزير الرياضة والحكومة على أساس أن نوفر الأندية هذين طلباتهم وأبسط من حقوق حتكون عندهم إن شاء الله بإذن الله. Thank you.
الحمد لله فزنا بطولة ثانية على التوالي. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ألف مبروك للجمهور بصفة عامة، شباب منطقتي بصفة خاصة، ونحيي اللجنة اللي نظمت البطولة. ألف مبروك اللجنة اللي جاية من طرابلس، حييهم على حضورهم الشجاع، ربي يعطيهم الصحة. ألف مبروك للفريق، ونشكر كل من قائم على هذه البطولة الرائعة، وتكفي إن هي من مجهودات ذاتية شباب فريق الصابري على راسهم شنوف العماري وحمو الحنبولي. بصراحه مجهود يشكروا عليه كل امانه، يعني كل سنه يديروا لنا في نفس الدور ونفس البطوله، كل صراحه يعني اقوى حتى من البطولات يديروا فين الاتحاد الفرعي. وكيف ما تشوف يعني انت، الصوره ابلغ من الكلام. الحمد لله ربي وفقنا اليوم، وهاردك الفريق اللي ضدنا بصراحه كانوا ولد قوي، وكانوا حتى هم يستاهلوا البطوله، وهذه احكام الرياضه واحكام الكوره، ضروري من فايز. ونسال الله ان يوفقهم ان شاء الله في الموسم القادم يقدموا افضل، وان شاء الله ربي يوفقنا ونحافظوا على البطوله ان شاء الله.